واحد اكبر واحد في امريكا بالنسبه للفضاء العالمي. الجماعه اللي حاصلين على نوبل مش بس كيمياء وطبيعه ومش عارف ايه، لا احنا عندنا واحد جاي اسمه سبنس، ده اكبر اقتصادي في العالم واخد جائزه نوبل عشان يقول لنا على حاجه اسمها الانيكوالتي، الغني والفقير والمساحه اللي بينهم اتوجدت ازاي وازاي نحل المشكله دي. فانا هتعلم عشان خاطر احاول اساعد بلدي مصر باذن الله.